نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية علاجية بمستشفى جامعة الأزهر في محافظة أسيوط. واستهدفت القافلة توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى من المواطنين في عدد من المراكز والقرى في جميع التخصصات الطبية، كما تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية للعيون في مجالات مختلفة. الحمد لله كشفت، كان مطلوب مني اشعاعات، برضه الاشعاعات بالمجان، وعملت الاشعه رنين واشعه عاديه، وطمنت على نفسي والحمد لله شكرا يعني حتى علاج هنا بالمجان. اشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واشكر القائمين على التحالف الوطني. النهارده بسم الله ما شاء الله القائمين على القافله الطبيه يعني موفرين كل الاحتياجات للحالات المستحقه، والعلاج مجاني والأشعات والتحاليل وكل شيء مجاني من فضل الله رب العالمين.